بسم الله الرحمن الرحيم. إن كنتم تذكرون يا إخوتي أنني بداية ما بدأت أساعدكم قليلا في فهم طريقة تعلم اللغة السويدية، أنني قلت لكم أن الطفل بما لديه من موهبة وهبه الله إياها عنده قدرة أكثر بكثير من الكبير على تعلم اللغات الجديدة واللغة الأم طبعا. وقلت لكم أن الطفل يسمع ويسمع 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 ثم فجأة يتكلم. نصحتكم أنا أن لا تركزوا على الكلمات ولا على القواعد في البداية ولا على الأحرف. نصحتكم أن تسمعوا وتسمعوا 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 حتى تألف أذنكم لفظ الحروف السويدية، لأن هذه هي الطريقة المثلى لتعلم اللغة، خصوصا عند من هو ظرفه مثل ظرفكم. الآن وضعت لكم هنا مقالة نشرت في المجلة العلمية الأمريكية منذ بضعة أيام تثبت هذا الكلام الذي قلته لكم، ووضعت لكم رابط هذا المقال باللغة الإنجليزية حتى تطلعوا. يعني الأبحاث أثبتت صحة هذا الكلام الذي قلته لكم، وأثبتت أن الأذن الكبير يعني اللي تقدم قليلا في السن عنده صعوبة في تعلم اللغة الحديثة. لماذا؟ لأنه أذنه لا تألف، لا تستطيع أن تألف هذه الأصوات. وأنا كنت عندما بدأت تعلم اللغة السويدية كانوا يكلمونني السويديين في البداية، يعني في الأسابيع الأولى، فلا أفهم ماذا يقولون، أذني لم تألف بعد اللغة السويدية. ولكن عندما سمعت مئات الساعات من الكتب السويدية بأصوات مختلفة لقراء مختلفين وكتاب مختلفين، ألفت أذني اللغة، فأصبحت أفهم عندما يقولون الكلمة، أستطيع أن أفهم ما الذي يقولونه، ما هذه الكلمة، لأنني في البداية لم أكن أستطيع تمييز الكلمة من الكلمة الأخرى، لم أكن أستطيع تمييز أست من أست مثلا أو البي من البي، لأنه نحن مو متعودين عليها. من أحب الاطلاع أكثر فليراجع تلك المقالة في المجلة العلمية الأمريكية، حتى هناك مواقع متخصصة في، لكن للأسف باللغة الإنجليزية، من أجل تدريب الأذن على سماع الكلمات، حتى لأنه إذا لم تسمع الكلمة بشكل صحيح سوف تتعلمها بشكل خطأ. لذلك أنا لا أكتب لكم، عندما أكتب لا أكتب لكم كيف تلفظ الكلمة بالحرف العربي، لأنني أعتبر هذا خطأ، لأنك إن حفظت الكلمة في البداية خطأ فسوف تظل معك خطأ، وسوف يظل لفظك خطأ إلى النهاية. إذن يجب عليك أن تحفظ الكلمة كما يلفظها السويديون، ليس كما يلفظها حسام، لا، كما يلفظها السويديين أهل اللغة، أهل اللغة أنفسهم. هذا هو أفضل طريقة. فإذا اسمع ثم اسمع ثم اسمع ثم تكلم. اسمعوا نصيحتي. بعض الأخوة يقول اشرح لنا الأحرف، اشرح لنا الكلمات. يا إخوتي هذا جاي، كل واحد منكم سوف يتم له هذا في مرحلة أخرى، لكن في البداية ركزوا على السماع، السماع، السماع. عندما تألف أذنكم اللغة وتستطيع تمييز الكلمة التي يذكرها السويدي، حينها اذهب وتعلم الكلمات والقواعد. أسأل الله سبحانه وتعالى بهذه الأيام الفضيلة أن يساعدكم وأن يعلمكم اللغة، وجزاكم الله خيراً.